وصل أكثر من 4000 من المهاجرين واللاجئين إلى المجر في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإغلاق حدودها بعد يومين. ويأمل هؤلاء اللاجئون في مغادرة المجر بواسطة القطارات أو السيارات إلى النمسا. السلطات المجرية أعلنت أنه وبعد تاريخ 15 من الجاري ستعاقب بالسجن أي مهاجر سيحاول اجتياز حدودها. رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش للشؤون الطارئة بيتر بوكي بريت علق على هذا القرار قائلا: أما أن نواصل بناء هذه الحدود ونعامل الناس بوحشية ووضعهم في معسكرات الاعتقال أو علينا أن نقبل طالبي اللجوء، سوف يستمرون في محاولة الوصول إلى أوروبا، ويجب أن يعاملوا بطريقة إنسانية لأنهم يطالبون بحقهم القانوني في اللجوء. السلطات المجرية عملت على تسريع بناء جدار على الحدود مع صربيا بواسطة عدد من السجناء المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة. السياج سيبنى بطول 175 كيلومترا على الحدود، وستعزز قوة من الجيش المجرية لمنع اختراقه من المهاجرين.